هنروح النهارده مباراه النهارده شباب الاهلي وشباب بيراميدز، وهنستعرض مع حضراتكم ابرز الارقام والاحصائيات. النهارده مباراه قويه، هنشوف بقى ترتيب الفرق وهنشوف الاهداف وهنشوف ترتيب كل فريق في الجدول المسابقه. بنشوف دلوقتي مع شغل جرافيك الاهلي وبيراميدز دوري الجمهوريه مواليد 97، والمباراه دي في الاسبوع 23. الجهاز الفني لفريق الاهلي مواليد 97، المدير الفني الكابتن عمرو انور. كابتن عمرو انور تولى القياده الفنيه بعد رحيل الكابتن عادل عبد الرحمن، بعد ما تولى في سموحه. المدرب العام الكابتن ياسر رجب، مدرب حراس المرمى الكابتن هشام السيد، المدير الاداري احمد عيد، طبيب الفريق كابتن دكتور احمد ابو عبله، مخطط الاحمال والتاهيل كابتن محمد حسن، ومدلك كابتن محمد السيد. السيره الذاتيه للكابتن عمرو انور المدير الفني لفريق شباب النادي الاهلي، وحابب ان احنا نقول للناس السيره الذاتيه كابتن عمرو انور من ابناء النادي الاهلي واللي اشتغل كتير وليه خبرات كبيره. طبعا اختيار موفق طبعا من مجلس اداره النادي الاهلي بتولي الكابتن عمرو انور بعد رحيل الكابتن عادل عبد الرحمن. ابرز المحطات التدريبيه لكابتن عمرو انور: العمل بمدرسه الكره كمدرب في النادي الاهلي المصري سنه 2004-2005، يعني بداياته كانت داخل النادي الاهلي. العمل كمدير فني فريق 14 و15 و18 في النادي الاهلي موسم 2005 وحتى موسم 2009. العمل كمدرب عام الفريق الاول نادي الاتحاد الليبي 2010-2011، العمل كمدير فني الفريق الاول نادي الاتحاد السعودي 2013-2014، العمل كمدير فني الفريق الاول نادي العروبه السعودي 2014-2015، والعمل كمدير فني منتخب مصر مواليد 2000 موسم 2015-2016. اكيد خبرات كبيره وسي في قوي للكابتن عمرو انور. هنشوف دلوقتي ابرز البطولات اللي توج بها كابتن عمرو انور كمدير فني: الفوز بكاس السوبر المحلي الليبي مع نادي الاتحاد الليبي موسم 2010، والفوز بكاس الاتحاد السعودي للناشئين نادي الاتحاد السعودي 2013. اتمنى له ان شاء الله التوفيق في مهمته. هو تولى القياده الفنيه مع النادي الاهلي في 3 مباريات، الحمد لله فاز في 3 مباريات. ترتيب فرق دوري الجمهوريه مواليد 97، الترتيب: النادي الاهلي في الصداره لعب 22 مباراه، فوز في 19 مباراه، تعادل في 3 مباريات، مفيش خساره. اقوى خط هجوم 53 هدف عليه 13 هدف، اقوى خط دفاع. يتصدر النادي الاهلي جدول المسابقه برصيد 60 نقطه. ياتي مصر المقص في المركز الثاني برصيد 50 نقطه، طلع الجيش في المركز الثالث برصيد 41 نقطه، وبيراميدز مباراتنا النهارده مع بيراميدز في المركز الرابع برصيد 40 نقطه. بيراميدز لعب 23 مباراه، يعني مباراه زياده عن النادي الاهلي، فاز في 12 مباراه، تعادل في 4 مباريات، خساره في 7 مباريات. ليه 41 هدف وعليه 22 هدف، في المركز الرابع برصيد 40 نقطه. المركز الخامس الاسماعيلي، السادس انبي، السابع المقاولين العرب، الثامن بتروجيت، والتاسع حرس الحدود. هنستكمل مع حضراتكم جدول المسابقه. في المركز العاشر وادي دجله، ال11 نجوم اف سي، ال12 الزمالك، 13 الاتحاد السكندري، 14 انتاج الحربي، 15 الجونه، 16 سموحه، 17 المصري، وفي المركز الاخير 18 الداخليه. مشوار الاهلي في بطوله دوري الجمهوريه مواليد 97 في ال22 مباراه اللي فاز فيهم النادي الاهلي في 19 مباراه وتعادل في 3 ماتشات، ابتداها النادي الاهلي بالفوز على الاسماعيلي 5-1 ونتيجه وفوز كبير. امام المصري فوز الاهلي 3-1، امام وادي دجله 7-1، ودي كانت اكبر فوز للنادي الاهلي. حرس الحدود تعادل السلبي 0-0، امام تاج الحرب فوز الاهلي 4-1، امام الداخليه فوز الاهلي 3-0، امام الجونه فوز الاهلي 1-0، امام بيراميدز مباراه الدور الاول فوز الاهلي على بيراميدز 2-1. هنستكمل مشوار الاهلي مع حضراتكم: فوز الاهلي على البتروجيت 2-1، فوز الاهلي على الاتحاد السكندري 3-1، فوز الاهلي على المقاصه 1-0، فوز الاهلي على النجوم 2-1، فوز الاهلي على انبي 2-0، فوز الاهلي على طلائع الجيش 2-1، فوز الاهلي على سموحه 1-0، التعادل الايجابي بين الاهلي والمقاولين 1-1، والزمالك والاهلي مؤجله من الدور الاول. مباريات الدور الثاني: الاسماعيلي والاهلي تعادل السلبي 0-0، الاهلي والمصري مؤجل، فوز الاهلي على وادي دجله 5-2، فوز الاهلي على حرس الحدود 3-0، فوز الاهلي على الانتاج الحربي 2-1، فوز الاهلي على الداخليه 1-0، فوز الاهلي على الجونه في المباراه الاخيره 4-0. ده كان مشوار النادي الاهلي في دوري الجمهوريه مواليد 97. هنشوف مشوار بيراميدز. بيراميدز فوز على انبي 1-0،
فوز على فوز الانتاج الحربي على بيراميدز 2-0، فوز طلائع الجيش على بيراميدز 3-2، فوز بيراميدز نتيجة كبيرة على الداخلية 8-0، تعادل السلبي مع سموحة 0-0، فوز بيراميدز على الجونة 2-0، فوز المقاولين العرب على بيراميدز 3-2، فوز الأهلي على بيراميدز دي كانت في مباراة الدور الأول 2-1، فوز بيراميدز على بتروجيت 2-0. نستكمل مع حضراتكم مشوار بيراميدز في بطولة دوري الجمهورية مواليد 97، فوز بيراميدز على الزمالك 2-0، تعادل إيجابي مع الإسماعيلي 2-2، فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري 1-0، بيراميدز على المصري 1-0، فوز بيراميدز على مصر مقصة 2-1، بيراميدز على وادي دجلة 2-0، تعادل إيجابي مع النجوم 1-1، فوز بيراميدز على حرس الحدود 3-0. فوز إنبي على بيراميدز 3-2، فوز طلائع الجيش على بيراميدز 1-0، فوز بيراميدز على الداخلية 3-1، فوز بيراميدز على السموحة 2-0، فوز الجونة على بيراميدز 3-2، والمباراة الأخيرة كانت أمام المقاولين العرب تعادل السلبي 0-0. موقف الفريقين في جدول الدوري. الأهلي في الصدارة زي ما قلت لحضراتكم، لعب 22 مباراة، فاز في 19 مباراة، تعادل في 3 ماتشات، مفيش ولا خسارة في أي مباراة، أقوى خط هجوم 53 هدف، عليه 13 هدف، أقوى خط دفاع، يتصدر جدول المسابقة برصيد 60 نقطة. بيراميدز في المركز الرابع، لعب 23 مباراة، زيادة مباراة عن النادي الأهلي، فوز في 12 مباراة، تعادل في 4 مباريات، خسارة في 7 مباريات، ليه 41 هدف، عليه 22 هدف، وعنده من النقاط 40 نقطة. إحصائيات وأرقام الأهلي. الأهلي لعب 22 مباراة زي ما قلت لحضراتكم، فاز في 19، تعادل في 3، مفيش هزيمة، 53 هدف وعليه 13 هدف. إحصائيات وأرقام بيراميدز. لعب 23 زي ما قلت لحضراتكم، فوز 12، تعادل في 4، هزيمة في 7، 41 هدف عليه 22 هدف. هدافه الأهلي مواليد 97 في بطولة دوري الجمهورية اللاعب فادي فريد. فادي فريد يتصدر هداف الأهلي برصيد 6 أهداف. فادي فريد على فكرة كان إعارة لنادي الجونة الفريق الأول في الدور الأول، ورجع تاني النادي الأهلي في الدور الثاني، لعب معاهم حوالي 5 مباريات، تصدر هداف النادي الأهلي برصيد 6 أهداف. يوسف علاء 5 أهداف، مصطفى صبحي اللي هيغيب النهاردة كان للإنذار الثالث أو للطرد في المباراة السابقة، مش هيكون موجود النهارده، مصطفى صبحي 4 اهداف، يوسف الجبال المتقل من نادي الشمس 3 اهداف، هشام شعبان 3 اهداف، مصطفى بدري هدفين، مصطفى عزت 3 اهداف، ومحمد عبد المنعم المساك 3 اهداف. ده هداف الاهلي مواليد 97. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم برضو هدافه بيراميدز. النهارده مباراه مهمه، نادي الاهلي بيقترب من ان شاء الله حسم جدول او حسم بطوله دوري الجمهوريه مواليد 97.